قالت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية إن سيول أطلقت عيارات تحذيرية بعد أن انتهكت طائرات مسيرة من كوريا الشمالية مجالها الجوي، كما دفعت كوريا الجنوبية بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية بعد اختراق مسيرة بيونغ يانغ مجالها الجوي. وأشارت الوكالة إلى تعقب الطائرات المسيرة وهي تعبر من كوريا الشمالية فوق ما يعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين. وكانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطاري إنشون وجيمبو بناء على طلب من الجيش. وينضم إلينا من مدينة يوهانغ في كوريا الجنوبية الباحث المختص في الشأن الكوري ياسر الزبيري. سيد ياسر، مرحبا بك معنا في هذه الفترة الإخبارية. كيف تقرأ التصعيد الأخير بين الكوريتين؟ نعم، أسعد الله مساءكم. في الحقيقة بعد ما تم يعني من بداية الشهر الحالي وقبله بشهور لاحظنا أن التصعيدات الشمالية زادت عن ما كانت عليه في السابق. أنا أرى أن التصعيدات الحالية أصبحت أكثر جدية، واستدراج الرد الأمريكي أصبح أكثر من ذي قبل. نعم، هو استدراج فقط؟ هل تستدرج؟ يعني أفهم منك الشمالية تستدرج كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة لخوض حرب؟ ربما ليس لخوض حرب ولكن للجلوس على الطاولة. أعتقد أن الحكومة الحالية في أمريكا أقل من سابقتها، يعني ليست مهتمة بالعلاقات أو الحل السلمي بين أو يعني الحل السلمي بين كوريا الشمالية والجنوبية، ولكن هذه التهديدات التي تطلق بين الحين والآخر سواء على بحر اليابان أو البحر الأصفر، يعني كلها مجرد استدراج للأمريكان أكثر منهم لكوريا الجنوبية، لأننا لم نشهد حقيقة أي رد من كوريا الجنوبية، سواء مجرد إعلانات ومجرد استنكار على ما يتم به أو ما تقوم به كوريا الشمالية. طب ما المطلوب؟ نعم، يعني الآن ما هو المطلوب؟ ما هو الخلاف؟ دعنا نفهم فحوى الخلاف اليوم بين الكوريتين، ولماذا هذا التصعيد وفي هذا التوقيت؟ يعني في ظل ما يجري في العالم، الحرب على أوكرانيا، الخلاف عمليا ما بين الناتو وروسيا وما إلى ذلك، دعنا نفهم أكثر ما الذي يجري بحسب تحليلك. نعم، في الحقيقة أخي أود أن أشير أن الحكومة الحالية، حكومة كوريا الجنوبية، هي خلافا للحكومة السابقة التي سعت دائما لحل الخلاف الشمالي الجنوبي. الحكومة الحالية هي إن صح التعبير القطب المعارض لهكذا حل، ولكن التهديدات التي تقوم بها الشمالية من صواريخ وما إلى ذلك، أنا أرى أنه تحدي لماذا تستطيعون أن تفعلون أنتم هنا في الجنوب أو حتى الأمريكان. فهذا الإطلاقات للصواريخ المتتالية يعني وصلت إلى حد إطلاق المسيرات كما رأيتم الصباح الساعة 10، يعني مسيرات لم يكن هناك أي رد، فقط كوريا الجنوبية تقول أنها نشرت طائرات استطلاعية وما إلى ذلك. فكوريا الشمالية حتى الآن يعني استنفذت كل ما لديها من تهديدات سلمية، ليست لم يرح يعني لم 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 يمت خلالها أي مدني حتى الآن. فأنا أرى أنها يعني تريد أن تجذب أو تريد أن يأتي الجنوب إلى طاولات الحوار، سواء الجانب الأمريكي أو حتى الجانب الكوري الجنوبي. لكن الجنوبية دفعت بمقاتلات وطائرات مروحية بعد اختراق هذه المسيرة لمجالها الجوي، ألا يوجد تخوف هناك من أن يكون هناك نوع من التصادم ولو حتى بالخطأ، وبعدها لا نعرف ماذا يجري، أن يكون هناك تصادم في الجو، أن يعني تخرج قذيفة ما، أم يعني من ينتظر من لكي يبدأ هذا يعني إشعال هذا الفتيل؟
نعم، في الحقيقة ما قامت به الجنوب لم يتعدى الحدود الجنوبية حتى اللحظة، وما قامت به الشمال تعدى أكثر من الحدود الكورية فقط. يعني الصواريخ التي تم إطلاقها من الشمال يعني تعدى الحدود، يعني تعدى الحدود إلى ما بعد اليابان، لتتضح الصورة للعدو الأمريكي بالأصح أننا قادرين على أن نصل إلى أقرب معسكر للقوات الأمريكية في جزيرة غوام. فهذا الصاروخ الذي أطلق أبعد مدى قبل شهر تقريبا أيضا كان تهديدا للأمريكان في حد ذاته. أما الصواريخ يعني التي أطلقت والمسيرات الحالية التي أطلقت، هذه مجرد تهديدات فقط للجنوب. فكوريا الشمالية يعني تحاول أن تستفيد من هذه المجريات التي تحدث بجوارها، من ما يحدث في أوكرانيا أو ما يحدث في نعم الحرب الأوكرانية الروسية. فهي تريد أن تثبت وجودها، أن نحن قادرين على أن نتحرك بحرية في هذه المنطقة. فتم إثبات ذلك. الخطوة الأخرى، الخطوة القادمة، قد ربما تكون يعني البادئ في الحقيقة قد ربما يكون الجانب الشمالي، لأننا لم نرى أي تقدم أو تهديد للحدود من الجانب الجنوبي، سواء التصريحات وغير ذلك والتحركات الداخلية في المربع أو نعم، الحدود الجنوبية. نعم. شكرا. وصلت الفكرة من بوهانغ في كوريا الجنوبية، الباحث المختص في الشأن الكوري ياسر الزبيري، شكرا جزيلا لك.